لا لا خلي هذاك المسجد. شاي شاي شاي. دارك كاين شاي. ما عندك صح حسين. تطبع على الاخر يعطيك القهوة عند عندك تسمى حكيمة حكيمة. بسم الله ما شاء الله خوتنا صباح الخير. كما العادة تحضيرات طاولة العيد للتسامح. ربي يحفظكم. دائما جمعية كفل اليتيم محمدية تقوم بالعمل كما العادة. واحد لاحظتك ساعة قدر أطول مائدة التسامح يوم العيد، ربما تكون على مستوى الجزائر. طلو بخير خويا، الله يحفظك، يعطيك الخير خويا.